أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا ودع أصغر أبناء البالغ من العمر 7 سنوات برسالة مؤثرة قبل ساعات من وفاته. فبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، طلب مارادونا في تسجيل صوتي من زوج والدة ابنه وحبيبته السابقة، طلب منه أنه يعتني بابنه وقال له حرفيا اعتني بها وبملاكي، في إشارة لابنه دييغو فرناندو.